السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين في كل مكان. زي ما انتوا عارفين ان انا قبل كده نزلت مراجعة عملت فيها ملخص كامل ليونت 13. النهاردة كمان هنعمل مع بعض ملخص كامل ليونت 11 ويونت 12، بالإضافة كمان هنحل فيه كتاب الخاص بالشتات. يلا مع بعض نبدأ، لكن قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك للفيديو، شيروا الفيديو مع كل أصدقائكم. يلا مع بعض نبدأ. عندنا بيقول write the order the pair of each of the following، عاوزنا نكتب order the pair على الكوردينيت بلين الموجود قدامنا ده. يلا معايا، اول حاجة البوينت دي اللي هي ايه عندنا بتمثلين ايه، شايفين معايا ادي عندنا 1، واول حاجة طبعا بنبدأ بيه الاكس اكسس، في بتمثلين قلنا 1 و 1، يبقى هكتب الاوردر دي بير كده 1 و 1. طيب بي ادي بي اهي، ببدأ من الاكس اكسس يبقى عندنا كده 4 وامشي كده تمام، من الاكس اطلع لفوق لحد الواي يبقى دي 4 و 2، يبقى عندنا 4 و 2. اللي بعدها سي اللي هي دي، تعالوا نشوف مع بعض هي كده قصادها ايه. تمام، هي قصادها 2 بس يعني هي ما جاتش معايا بالظبط، لكن هي 2، عندنا 2 و 3 تمام، يبقى هكتب 2 و 3. يبقى انا ببدا من فين؟ ببدا لازم الاول من الاكس وبعدين بطلع لفوق للواي. طيب هنا قال لك تشوز، طيب بيقول ذا بوينت دبليو از لوكيتد فور سبيسز تو ذا رايت اند تو سبيسز اب فروم ذا اوريجن، what order the pair represents the point W. عندنا البوينت اللي هي W دي، مثلا نفترض عندنا، تعالوا كده في الرسمة اللي فوق دي احنا ممكن في الامتحان نرسم رسمة صغيرة كده ونبدأ نحل عليها. فقال لك البوينت W دي is located four spaces to the right and two spaces up from the origin، يعني عندنا هي تقع في four spaces، عندنا اربع مسافات من الاورجن. فين الاورجن؟ عندنا الاورجن اهو تمام، عندنا 4 سبيسز، يبقى هي فين؟ عندنا هنا تمام، يبقى هو واقف هنا. وقال لك ده بعد كده قال لك 2 سبيسز اب، قال لك 2 سبيسز اب يطلع يعني خطوتين لفوق، ادي 1 وادي عندنا 2، يبقى البوينت فين؟ البوينت هنا بالظبط اللي هي ايه، اللي هي عندنا 4 و 2. يبقى انا هختار ايه؟ هختار عندنا البوينت بتاعتي 4 و 2. A B C the parallelogram then to complete the parallelogram، عاوزنا نكمل البارالوجرام، عاوزنا هنا حط ال A وال B وال C. قال لك ده parallelogram، يبقى عندنا النقطة التانية هتكون فين؟ تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة لو جينا كده لاحظنا، هو طبعا أنا عشان ما عنديش بس الشبكة، فبالتالي احنا بنعمل ايه؟ بنعمل البارالوجرام، هوصل اللاين ده باللاين ده تمام، بالمسطرة بالشكل ده، وصل ده بده تمام بالشكل ده برضو. وبعدين عاوزة اعرف البوينت التانية فين، طبعا هو في الامتحان بيحط لك الشبكة، فانت لو لاحظت معايا دي كام؟ عندنا كده 1، كده عندنا 2، كده عندنا 3، عشان هنا عندنا في بوينت اللي هي قصادها دي، ودي في بوينت مفروض يعني لو كان في شبكة عندي، فكده 1 كده عندنا 2 كده عندنا 3، يبقى المسافة كمان هنا لازم تكون برضو 3، عشان هو قال لك parallelogram، والparallelogram عندنا ده بيكون equals ده، يبقى برضو هنا كده 1، هنا عندنا 2، يبقى هنا عندنا 3، يبقى فين عند ال 1؟ يبقى انا هعمل ماتش لي دول الاتنين دول كده مع بعض، البوينت دي يعني والبوينت دي هعمل لها ماتش، والبوينت دي والبوينت دي برضو كده هعمل لهم ماتش. سوري، يبقى هو ادانا كده ايه؟ ادانا parallelogram. يبقى عندنا البوينت الجديدة معايا اللي هي دي بتمثل لي كام؟ بتمثل لي 1 و 1. يبقى انا هختار ايه؟ هختار هنا برضو في 1 مفروض تمام، يبقى هختار الاختيار ده. تعال نشوف اللي بعده. نذكر مع بعض الكوردينيت بلين، قلنا ده الجزء الاولاني دوت اسمه first quadrant اللي هو ده، وده second quadrant، وده third quadrant، وده fourth quadrant. قلت الفيرست كوادرانت عندنا الاكس والواي بيكونوا هما الاثنين بوزيتيف، يعني بلس وبلس بيكونوا بوزيتيف. اما في السكند سكند كوادرانت الاكس هي اللي بتكون نيجاتيف والواي بتكون بوزيتيف، طبعا دي عندنا كوما مش شرطه تمام، فالاكس بتكون نيجاتيف والواي بتكون بوزيتيف تمام. يبقى السكند ده واحده نيجاتيف اللي هي الاكس والواي بوزيتيف، اما في الثيرد بيكونوا هما الاثنين نيجاتيف، والفورس لا، الفورس عندنا الاكس بتكون ببوزيتيف والواي بتكون بنيجاتيف، وقلنا الجزئيه دي مهمه جدا ولازم بيسال عنها في الامتحان. طيب تعالوا ناخد تدريب على الجزئيه دي، عندنا 2 ونيجاتيف 7، 2 ونيجاتيف 7 موجوده فين؟ عندنا ال2
اللي هي الاكس، والواي هي دي بوزيتيف ودي نيجاتيف، يبقى بوزيتيف ونيجاتيف ده فين؟ اهو بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى ده عندنا في الفورس كوادرانت. تمام، هنا الاثنين بوزيتيف يبقى دي عندنا في الفيرست كوادرانت. تمام، هكتب كده ايه في الفيرست كوادرانت. طيب اللي بعدها دي نيجاتيف، الاول نيجاتيف وبعدين بوزيتيف، فين اهي نيجاتيف وبعدين بوزيتيف، يبقى دي في السكند سكند كوادرانت. الاثنين نيجاتيف نيجاتيف ونيجاتيف، اهي نيجاتيف ونيجاتيف، يبقى دي عندنا في الثيرد. طيب نيجاتيف وبوزيتيف، نيجاتيف الاول وبعدين بوزيتيف، يبقى دي في السكند. لازم نكون عارفين الجزئيه دي. طيب دي عندنا الزيرو ونيجاتيف فور، ما هي الزيرو ونيجاتيف فور يعني هنا، يعني دي فين؟ في الفورس، يبقى دي هقول له في الفورس. تمام، حرف اليو دي الاول وبعدين التي والاتش، اف او يو ار تي اتش. the image of any point reflection، the image of any point x y by reflection across the x the y axis. هو عاوز هنا الصوره الانعكاسيه للاكس واي على ايه؟ على الواي اكسس. بصوا معايا في دي، هنا قال لك على الواي اكسس وهنا قال لك على الاكس اكسس، ازاي بفرق ما بينهم؟ شايفين هو قال لك ايه؟ قال لك الواي. طالما قال لك على الواي يبقى خلاص انا ماليش دعوه بالواي، يبقى الواي دي هتكون زي ما هي. لو عمل الريفليكشن على الواي يبقى الواي بتنزل زي ما هي. مين اللي بعكسه؟ الاكس. تمام، يبقى الاكس دي بدل ما بتكون عندنا بوزيتيف بخليها نيجاتيف، لو نيجاتيف بخليها بوزيتيف، ده لما يكون عامل الريفليكشن اكروس ذا واي اكسس. اما لو عامل الريفليكشن على الاكس اكسس يبقى انا بخلي الاكس زي ما هي وبعكس مين؟ الواي. لو هي بوزيتيف بخليها نيجاتيف، لو هي نيجاتيف بخليها بوزيتيف. طيب لو قال لك هنا عندنا برضو قال لك الايمج اكروس ذا اكس اكسس اوف ذا بوينت اكس وزيرو، فيها ايه؟ فيها اكس وزيرو، يبقى عندنا الريفليكشن هيكون فين؟ هيكون ان ذا سيم بوينت اكس برضو وزيرو. يعني لو 3 وزيرو وعاوز الريفليكشن على الاكس اكسس يبقى الانعكاس بتاعها هيكون ايه؟ هو نفسه برضو 3 وزيرو، او 4 وزيرو يبقى برضو الانعكاس هيكون 4 وزيرو. تعال نشوف اللي بعده. تعالوا هنا، a point both of whose coordinates are negative will lie in، النقطة اللي كلاهما بتكون على المستوى الاحداثي بتكون نيجاتيف، يعني هما الاثنين بيكونوا نيجاتيف، بتكون موجودة فين؟ ثيرد كوادرانت. بيكونوا فين؟ في الثيرد كوادرانت. فاكرين في الورق اللي هو في البيج اللي قبله دي على طول قلت كانوا موجودين لما بيكونوا نيجاتيف في الثيرد كوادرانت. if the y coordinate of a point is zero، لو الواي هي عندنا بزيرو يبقى the point بيقول always lie، يبقى البوينت هتكون فين؟ يعني مثلا انا عندي طبعا البوينت اكس وعندنا واي، نفترض ان واي دي هي اللي بزيرو، يبقى مثلا لو عندي 4 عندنا كده الكوردينيت بلين مثلا اي نمبر مثلا او ليكون مثلا 1 او 4، فادي مثلا لو 4 وزيرو يبقى البوينت هتكون فين؟ 4 وزيرو، يعني انا متحركتش من الاكس اكسس، يبقى هتكون فين؟ على الاكس اكسس. تمام، اللي بعدها بيقول 0 ونيجاتيف 7 تقع فين؟ عندنا ادي كده وكده، ادي 0 اهي ونيجاتيف 7 يعني تحت، يبقى بتقع فين؟ على الواي اكسس، يبقى على الواي اكسس. image of the point 2 ونيجاتيف 5 by reflection across the y. شايفين قال لك ايه؟ قال لك واي، فين الواي؟ ادي الواي، سيب الواي مالكش دعوه بيها وروح للتو اللي هي الاكس، يعني التو ديت ايه؟ دي عندنا بوزيتيف خليها نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 2 والواي زي ما هي بكام عندنا؟ ب نيجاتيف 5، يبقى نيجاتيف 2 ونيجاتيف 5. ذا بوينت اي نيجاتيف 2 و 3 موف 2 يونتس تو ذا رايت ذان 3 يونتس داون وورد ذان وول بي. عندنا بيقول لك ان لو في بوينت مثلا عندنا، تعالوا كده يعني لما يكون مساله زي دي في الامتحان يعني ورقه وقلم كده وحلوها على جنب. فتعالوا معايا هنا، ادي مثلا عندنا الرسم عشوائي كده، ده الكوردينيت بلين، فقال لك البوينت نيجاتيف 2 و 3، فدي مثلا نيجاتيف 1 وعندنا دي نيجاتيف 2، هنا كده 1 كده عندنا 2 كده 3، هنا في نيجاتيف 1 هنا في نيجاتيف 2 وهنا نيجاتيف 3 هنا 1 هنا 2 هنا في 3. قال لك نيجاتيف 2 و 3
ادي نيجاتيف 2 وعندنا 3 اهي. قال لك moved 2 units to the right، اتحرك 2 units to the right، يبقى عندنا 2 units يبقى دي كده كده 1 تمام، عندنا دي كده 1 كده 2 يبقى هنا. وبعدين قال لك 3 units downward يبقى كده 1 كده 2 كده 3 يبقى هنا. يبقى عندنا the A will be البوينت دي هتكون ايه؟ هتكون عندنا 0 و 0، ما هي عندنا وسط الاورجن دي اهي، يبقى 0 و 0 اختار 0 و 0. طيب find the distance between the two points، عاوزنا نجد هنا الديستنس بين النقطتين دول. عندنا شايفين معايا اول حاجة عشان احل جزئية زي دي لازم نشوف الاول النوتس دي. for any two points، لو انا عندي two points زي البوينتس اللي هي دي، زي مثلا A و B، دي مسألة ودي مسألة تانية، عندنا برضو هنا في A و B، ايه الفرق ما بين الديستنس دي ودي لما اجيبها ولما اجيب الديستنس اللي ما بين عندنا دي ودي؟ قالك لو التو بوينتس هما الاتنين موجودين ان ذا سيم كوادرنت، ذا سيم كوادرنت يعني في نفس المكان، يعني هما الاتنين موجودين في البوزيتيف او هما الاتنين موجودين عندنا في النيجاتيف او موجودين في الفيرست كوادرنت او السكند كوادرنت او الثيرد كوادرنت او الفورث كوادرنت، يعني لو البوينت اللي هو عاوز الديستنس ما بينهم موجودين في نفس المكان، يبقى انا بالتالي بعمل ماينس. بعمل ايه؟ بعمل ماينس لمين؟ للابسولوت فاليو. وطالما قلت ديستنس يبقى ديستنس لازم تكون بالبوزيتيف. طيب نفترض ان انا عندي ديستنس لكن بالنيجاتيف، بدخلها الابسولوت فاليو، وطالما دخلت الابسولوت فاليو تطلع بره الابسولوت فاليو ببوزيتيف، وبالتالي عندنا مفيش ديستنس هتكون بالنيجاتيف، ديستنس لازم تكون بالبوزيتيف. يبقى عندي كده لو انا عندي التو بوينتس موجودين في نفس المكان يبقى بشتغل على الماينس. طب لو جدين عندنا بيقول لك ان ديفرنت كوادرنت، يعني في مكانين او في ربعين مختلفين، فبالتالي الديستنس بتوين هما الاثنين بشتغل على ايه؟ على البلس. يعني ايه يا مس الكلام ده؟ تعالوا نشوف. عاوز الديستنس المسافة ما بين A وما بين B موجودين فين؟ هتقول لي يا مس ده عندنا موجود في الجزء النيجاتيف، لاني ادي عندنا الزيرو وهنا على الرايت الزيرو موجود اللي هو ال B، وان ذا ليفت موجود ال A، ودي نيجاتيف ودي بوزيتيف. طالما كل واحدة في مكان يبقى انا قلت بيكون ايه؟ بشتغل طبعا ديفرنت، يبقى بشتغل بالبلس اهي تمام. يبقى انا هقول له نيجاتيف عندنا 3 بدخلها ايه؟ بدخلها الابسولوت، هقول له بلس الابسولوت فاليو للتن، قلت الابسولوت فاليو دي نيجاتيف تطلع بره بوزيتيف، يبقى 3 بلس 10 هيدينا 13، طبعا الابسولوت 10 تطلع بره برضو ب 10، ودي نيجاتيف تطلع بره ب 3، الابسولوت لازم تطلع بره ببوزيتيف. يبقى عندنا الديستنس بينهم كام؟ هقول له عندنا 13 سكوير يونتس تمام، لان هنا ما عندناش عندنا ديستنس يعني سنتيمتر او كده تمام، فانا بالتالي هشتغل على سكوير او هكتب له يعني سكوير يونتس. طيب هنا عندنا هما الاثنين، ادي الزيرو اهو، وهما الاثنين موجودين في نفس المكان on the left الزيرو على اليسار، يبقى طالما موجودين في نفس المكان يبقى انا هشتغل ماينس. هشتغل ايه؟ طالما موجودين in the same quadrant يبقى انا بشتغل بالماينس. يبقى انا هقول له negative absolute value ل 600 دي تمام، ماينس الابسولوت فاليو ل 105 تطلع بره ب 600، ماينس تطلع بره ب 105، هقول له ايكوالز 0 ماينس 5 ما تنفعش، 10 ماينس 5 5، ودي طبعا اصبحت 9 ودي 5، 9 ماينس 0 9 و5 ماينس 4 5 ماينس 1 ايكوالز 4، هقول له برده سكوير تمام يونتس، وهنا برده حرف ايه؟ الاي تمام. تعالوا نشوف اللي بعده. تعالوا هنا اف اي بيقول لك 1 ونيجاتيف 1، وعندنا كمان في 4 ونيجاتيف 1، ار تو فيرتيسيز اوف ا ريكتانجلز، هما عندنا يعني رؤوس لمستطيل، السايد لينس عندنا كام؟ 5 يونتس، ذن ذا اذر تو فيرتيسيز ار، يبقى عندنا الفيرتيسيز الثانيه بتاعته هتكون ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. هناخد كده كل واحده من دول، اول حاجة هناخد الاول دول ونبدأ نشوف دول معاهم عشان نشوف مين هتكون الفيرتيسيز التانية بتاعته، طبعا تو فيرتيسيز،
فهنا هنختار اما ده او عندنا ده او عندنا ده. فتعالوا نبدأ بكل واحدة من دول من الاختيارات ونبدأ نجربها. فهنا عندنا في ايه؟ هنا في لاحظنا عندنا في 4 وهنا في 4 في الاكس 4 و4. تمام، احنا ناخد ايه؟ ناخد دي نجربها مع دي، عشان هنا في 4 وهنا في 4 في الاكس. طب ممكن نجرب دي يا مس، ما هنا في 1 وهنا في 1. ماشي، لازم نشوف عندنا الاكس والاكس يكون في يعني بير، البير ده يكون في الاكس والاكس زي بعض او الواي والواي زي بعض، عشان ابدا اعمل المقارنه وابدا ان انا اجيب الفيرتيسز الثانيه. تمام، فانا عندي هنا هختار الفور والفور دي مع بعض. تمام، يبقى دي تروح مع دي، يبقى معايا نيجاتيف 3 ونيجاتيف 1. طيب هل البير ده والبير ده موجودين في نفس الكوادرنت؟ قول لي اه عندنا موجودين في نفس الكوادرنت. ليه؟ لان عندنا دي شايفينها بوزيتيف ودي بوزيتيف ودي نيجاتيف ودي نيجاتيف، يعني زي بعض، يعني موجودين في نفس الكوادرنت. طالما في نفس الكوادرنت يبقى بعمل ماينس. هو عاوز كام؟ عندنا اللينس بتاعته 5. يبقى لما انا اجي اقول الفور، لما اجي اقول النيجاتيف 3 تدخل الابسولوت فاليو تطلع بره ب 3، والنيجاتيف 1 تطلع بره ب 1، يبقى 3 ماينس 1 ايكوالز 2، مش هتدينا 5، فدي خطا. هنا هشتغل على ايه؟ عندنا هنا في 4 وهنا 4 برضو، تمام، وهنا في 1 وهنا في 1، تمام. يبقى انا ممكن اشتغل على اي واحده منهم. تعالوا نجرب دي ونجرب دي. فدي عندنا 1 ودي 1، ماشي، ودي نيجاتيف 1 ودي 5، موجودين في نفس كوادرنت؟ لا، موجودين في ديفرنت كوادرنت. طالما ديفرنت يبقى انا هعمل بلس، ال1 دي هتروح مع ال1 دي، تمام. يبقى هاخد النيجاتيف 1 مع ال5 دي واعمل لهم بلس. النيجاتيف 1 لما احطها جوه الابسولوت تطلع ب1، وال5 دي تطلع ب5، وانا قلت بلس يبقى 1 بلس 5 ايكوال 6، ما ادتناش 5، يبقى دي خطا. تعالوا دي، دي عندنا ايه؟ هنا في 4 وهنا 4، ماشي، يبقى انا هاخد ال4 دي وهاخد دي مع بعض. تنفع دي؟ نجربها تنفع، لان هنا في الاكس برضو 1 وهنا 1. لازم اهم حاجه يكون في واحده مشتركه، الاكس مشتركه او الواي مشتركه، عشان يروح ده مع ده ويبقى معايا واحده بس وهي اللي اشتغل عليها. فهنا عندنا انا قلت هاخد دي، تمام، فال4 دي هتروح خلاص مع دي، بقى نيجاتيف 1 و 4 موجودين في نفس كوادرنت؟ لا، موجودين ديفرنت ان ديفرنت كوادرنت. يبقى انا هشتغل على بلس، تمام، يبقى دي دخلها الابسولوت فاليو تطلع ب 1، ادخلها الابسولوت فاليو تطلع ب 4، يبقى 1 ودي 4، يبقى 1 بلس 4 ايكوالز 5. يبقى انا هختار عندنا ايه؟ صح كده زي ما هو قال، يبقى هختار اللي هي دي. تمام، بعد كده اخدنا البيروجرام. قلنا البيروجرام ده ايه؟ قلنا ده كوادريلاترال. ده ايه؟ كوادريلاترال، شكل رباعي بيتكون من 4 سايدز. بيتكون من ايه؟ من 4 سايدز. عنده بيقول لك تو اوبوزيت سايدز ار ايكوالز، تو اوبوزيت سايدز ار ايكوالز، يعني عندنا السايد ده بيكون اوبوزيت قدامه بالظبط، شايفين ده قدامه ده، والسايد ده اوبوزيت للسايد ده، يبقى عندنا السايد ده بيكون بيرل للسايد ده. شايفين دي علامة البيرل اهي، ده عندنا بيرل ده، وطالما بيرل يبقى هيكون ايكوال، يبقى برضو عندنا اللي هو ده AG ايكوالز اللي هي BC. طيب وده عندنا برضو ده AB بيرل لمين؟ لDC. وطالما انا قلت ان ده بيرل لده، يبقى برضو هما الاتنين ايكوالز، هما الاتنين ايكوالز. لو جه سألك في الامتحان وقالك انا عاوز الـ area of parallelogram، الـ area of parallelogram equals base times high، base times high، يعني الـ base يعني القاعدة، القاعدة اللي قاعد عليها اللي هو الـ perpendicular. ما هو عندنا شايفين معايا ده، عندنا ده، ده اسمه height، اسمه ايه؟ height. الهايت ده واقف على ايه؟ واقف على بيز، ما هو مش واقف كده لوحده. هل انت عندك في البيت العمود بتاع البيت، العمود اللي موجود عندك في البيت واقف كده على الهوا ولا واقف على قاعده البيت؟ ايوه، واقف على القاعده، على الارضيه بتاعتنا في البيت. يبقى دي عندنا الهايت ودي البيز، تمام. وطبعا طالما عمل الشكل ده عمود بالشكل ده، يبقى ده اسمه بيربنديكولار، يعني ده عندنا بيربنديكولار على ده، تمام. وطالما perpendicular يعني هو عمل لي right angle، يعني دي كده لو قال لك احسبها لي هتقول له دي على طول اللي عامله زي المربع دي اسمها right angle، والمجر بتاعتها 90 degree، كام؟ 90 degree، تمام. المهم دلوقتي هو عاوز ال area of parallelogram، هتقول له base times high،
فين البيز؟ البيز اللي هو ده، والهاي اللي هو ده، تمام؟ يبقى عندنا هقول له الاريا اوف بيلوجرام، لازم نحفظ كل القواعد دي. طبعا انا برضو عملت ملخص للي ما شافش الحلقة، عملت ملخص ليونت 13 بالكامل، وكتبت كل الاشكال الهندسية اللي احنا اخدناها فيه، لخصتها وعملت لكم الرولز بتاعتها كلها. اللي ما شافش الفيديو هتلاقوا اللينك في اول تعليق، انزلوا تحت خالص في اللينك ده اضغطوا عليه، هتلاقوا كل فيديوهات شرح المنهج، وفي نهايته خالص هتلاقوا الفيديو الملخص ده، تمام؟ يلا معايا، ال area of parallelogram equals base times the height، او عندنا البي يعني معناها بيز لينث، او عندنا تايمز اللي هي كورسبوندنج هايت ارتفاع المطابق. كمان تعالوا نتذكر الاريا اوف ريكتانجل اون لينث تايمز ويدث، واخدنا الاريا اوف سكوير عندنا سايد تايمز سايد. طيب احنا قلنا الاريا اوف بيرجرام بيز تايمز هايت، طب لو هو قال لك عاوز عندنا الهاي، هتقول له الاريا ديفايدد بيز، لو عاوز البيز يبقى الاريا ديفايد هاي. المهم الاريا بتكون من فوق، والبيز والهاي هما اللي بيتبدلوا على حسب ما هو عاوز، تمام؟ تعال نشوف اللي بعده. ايه فايند ذا اريا، عاوز يجد الاريا، طبعا ده بيلوجرام. قلنا البيلوجرام عباره عن ايه؟ قلنا الاريا اوف بيلوجرام ايكوالز بيز تايمز هاي، فين البيز اللي هي 60 تايمز الهاي عندنا 40. يلا نحل، هنزل طبعا التو زيروز دول، و 6 تايمز 4 هيدينا 24، بشتغل على الساني متر بجيب الاريا يبقى سكوير ساني متر. فايند ذا هاي، عاوز ايه؟ عاوز الهاي للبيروجرام. الاريا مديها لنا اهو، ومدينا عندنا البيز اللي هي 4، تمام؟ يبقى هو عاوز الهاي، يبقى انا قلت هقول الاريا الاول من فوق ديفايدد مين؟ قلنا ديفايدد ال ديفايدد البيز. يلا معايا، عندنا الاريا، الاريا قلنا 28، وعندنا اللينس او البيز اللي هي كام؟ عندنا 4، يبقى 28 ديفايدد 4 ايكوالز كام؟ هقول له 7 سنتيمتر. هقول له سكوير؟ لا، ليه؟ لاني عندنا سواء بجيب الهايت او البيز ما بحطش سكوير، بحط عادي سنتيمتر متر على حسب ما هو مديني. لكن لو قال لي بس الاريا زي ما قلت قبل كده بحط سكوير، وزي ما شرحت في الدرس الاخير الوحدة الاخيرة اللي شرحتها الحلقة اللي رجعتها الحلقة السابقة، قلت فيها ان الفوليوم بس بحط فيه كيوبيك 3 يعني من فوق. تعالوا معايا في الجزئية دي، ودي مهمة جدا. بيقول the two base lengths of a parallelogram عندنا R6، تمام؟ عندنا في parallelogram عنده two base lengths، عنده قاعدتين 6 وعندنا 5، and its smaller height عندنا 4. سمولر هايت كام؟ عندنا 4. عاوز الاريا، قلنا ان الاريا ايكوالز عندنا بيز تايمز هاي، تمام؟ عندنا الهاي هو قال في المساله كام؟ قال عندنا 4، حطيت ال 4 هنا، تمام. طب انا عاوزه البيز. the area of the parallelogram بيقول لك equal the length of the smaller base، the length of the smaller base times the greater of high، the greater a of high. يعني لما يكون المسألة، لما يكون عندنا فيه smaller base يبقى بعمل times مع مين؟ مع greater high. ولو المسألة فيها length of the greater base بعمل times مع smaller high. فهنا مدينا smaller high يبقى بعمله times مع مين؟ مع greater، يعني smaller height مع greater base، واللي عندنا smaller length بعمله greater مع high. فهنا عندنا smaller high اللي هي دي، هعمل له مع مين؟ مع length of the greater base، مع الكبير، يعني دي 6 ودي عندنا 5، هاخد مين؟ هاخد ال 6. ليه؟ عشان انا قلت اللينث بيكون عندنا greater باخده مع السمولر، وهنا قال لك سمولر يبقى انا هاخد اللي هو ايه؟ ال 6 الكبيره، يبقى هيدينا 24، تمام؟ بيشتغل على السنتي متر، يبقى هقول له سكوير سنتي متر. هنا الرامبوز، الرامبوز بيقول ان هو بيتكون من 4 sides، والفور سايدز بتاعت الرامبوز بتكون كلها ايكوالز ان لينث، متساويه في الطول، والاريا اوف رامبوز ايكوالز بيز تايمز هاي. طب يلا معايا، ادي عندنا الرامبوز، فين البيز؟ البيز اللي بيكون واقف عليه، هو قال لك ان ده 5، خلي بالكم احنا قلنا ان كلهم بيكونوا 5 لانه عندنا بيقول لك ايكوال ان لينث، فكله بيكون زي بعضه. بس انا بشتغل على مين؟ بشتغل على دي،
ليه؟ لان دي هي اللي فوقيها الهايت، ما انا لازم اشتغل الهايت يكون تحته بيز، ما ينفعش ان انا عندنا مثلا الهايت اهو واخد البيز دي، ما هو مش واقف عليها، لازم الهايت يكون واقف على البيز. تمام، فادي عندنا البيز اللي هي الفايف، طبعا هو عشان بس كله بيكونوا زي بعض عشان ده رامبوز، فهنا فايف تايمز قلنا الهايت اللي هي فور، تمام، يبقى عندنا فايف تايمز فور هيدينا 20، شغالة على السنتيمتر، يبقى هقول له سكوير سنتيمتر. تعال نشوف اللي بعده، تعالوا معايا اريا اوف تريانجل، عاوزين نجيب الاريا اوف تريانجل. الرول بتاعتي ايكوالز هاف تايمز بيس تايمز هايت، هاف تايمز بيس تايمز هايت، او حاجه تانية ان انا ممكن اقول البيس، كان في حد سالني مره قال يا مس احنا ممكن نعمل نقول البيس تايمز هايت ديفايدد 2، قلت له اه تمام، لان هي هي عندنا لما انا اجيب البيس تايمز هاي بعد كده بعمل لهم ايه ديفايدد 2 نفسها هي هي، او ممكن اقول بيس ديفايدد 2 تايمز هاي، او ممكن اقول بيس تايمز هاي والهاي تحتها هي 2، كلهم ايه بنفس المعنى اهو، صح يعني مفيش اي مشكله خالص. طبعا دول كلهم بيكونوا ايكوفالنت الجبريك اكسبريشن، دول ايه، دول كلهم بيكونوا equivalent algebraic expressions، تعبيرات جبرية متكافئة. طبعا عندنا في المثلث ده يعني بيقول لك لو هو عاوز الاريا بتقول half times base times height، لكن لو هو عاوز الهايت بتحط الاريا، الاريا لازم احطها كل مرة من فوق، فهو عاوز الهايت بقول half times base، عاوز البيز بقول برضو الاريا من فوق وبعدين half times ايه times الهايت. فطبعا دي كلها رولز لازم نحفظها كويس جدا. تعالوا معايا هنا عاوزنا نكتب الجبريك اكسبريشنز، معادلات، عايزنا نكتب هنا الجبريك اكسبريشنز تعبيرات جبريه. بيقول لك ان مها مالتبلايد ذا بيز باي ذا هايت، مها عملت ايه، مالتبلاي ذا بيز، ضربت البيز، ادي عندنا البيز، عملت له باي ذا هايت، ادي عندنا باي ذا هايت، and then multiply one half، and بعدين عملت لهم multiply half، انا عملت له كده algebraic expression، على divided the base by two and then multiplied by the height، على divided the base، ادي عندنا البيز اهو، تمام، هي عملت له ايه divided by two وبعدين عملت له multiply the height اهو وضربته في الهايت، بس كده. تعال نشوف اللي بعده، الاريه اوف ا ترابيزيوم، الاريه اوف ترابيزيوم، عندنا الاريه اوف ترابيزيوم بيقول لك الترابيزيوم ده عباره عن 1 بير اوف بير سايدز، بس بير واحد بس عنده بيكون بيرل، 1 بير يعني في 2 سايدز قدام بعض كده بيكونوا بس بيرل في ترابيزيوم. طيب هنا في احنا طبعا اخدنا في الجزئيه دي، اخدنا عشان نجيب الاريا اخدنا اكتر من طريقه، في كانت الكومبوزيشن واخدنا الديكومبوزيشن، فاكرهم؟ فانا عندي هنا بيقول find the area، عاوزنا نجد الاريا. طبعا انا عشان اجيب الاريا للترابيزيوم بقسم الشكل بتاعي ليه rectangles وليه triangles عشان اقدر اجيبها، او ممكن اخليه parallelogram، يعني المهم باكتر من طريقة اقدر اجيب بيها الاريا للترابيزيوم. فانا مثلا عندي الشكل اللي قدامي ده، حابة اجيب الاريا للترابيزيوم دي، طيب بنجيبها ازاي؟ مش انا لو جيت مثلا عملت كده من البوينت دي اهي، تمام اهو، وعملت لاين بالشكل ده، صح، ايه عندنا اصبح ده كده تريانجل، صح، وده ايه، ده عندنا كده ريكتانجل، هنا طبعا ده بيربنديكولار، ده بيربنديكولار. طبعا هي الرسمه انا رسمها مش دقيقه، لكن هي موجوده هنا معايا في كتاب اللي هو الشتات، طبعا الحاجات دي هنحلها دلوقتي، فانا جبتها من هنا. فاجي عندنا انا هعمل الخط بتاعي تمام بالشكل ده عشان اعمل ان ده تريانجل، وده عندنا ريكتانجل، فبالتالي الجزئيه اللي هي دي، هو الجزئيه دي كلها 7، وانا عندي الجزئيه دي شايفين معايا اللي هو الريكتانجل ده لحد هنا عندنا دي 5، يبقى دي كمان 5، تمام. يبقى انا لما اجي اجيب الاريا اوف ريكتانجل هتقول لي ايه لينس، او مش لازم اجيب دي، ادي عندنا الاريا اوف ريكتانجل عندنا لينس تايمز ويدث، يعني كام، يعني عندنا تعالوا كده، يبقى الاريا اوف ريكتانجل عندنا هقول له 3 تايمز 5 هيدينا كام، هيدينا 15، وبعدين هجيب اللي هو التريانجل ده، التريانجل ده لما اجيب الاريا بتاع ال2 هقول هاف تايمز عندنا لينس تايمز ويدث، احنا عندنا فين ال هاف تايمز بيس تايمز هايت، فين عندنا الهايت دي 3، يبقى دي قصادها كمان عندنا 3،
تايمز اللي هي البيز، البيز عندنا اللي هي دي، اللي هي دي كام؟ ما هي عندنا دي كلها 7 ودي 5، يبقى دي كام؟ يبقى دي 2، لان 7 ماينس 5 ايكوالز 2. يبقى دي هتروح مع دي، هيبقى بس معايا 3. يبقى لما اجيب الاريا كلها يبقى هقول 3 بلس 15 يبقى هيدينا 18. تمام كده؟ تمام. يبقى انا كده حليت خلاص معاكم الجزئية دي، هتدينا 18. تعالوا معايا هنا find the area، عاوز الاريا ده ترابيزيوم، عاوز الاريا بتاعته. طب انا ممكن اعمل ايه؟ عندنا هنا مش هينفع ان انا اعمل حاجة غير ان انا ممكن اعمل ترابيزيوم تاني عكسه. يعني ايه؟ يعني انا امدد كده شوية، او يعني انا اوسعه كده شوية، تمام اهو، تمام بالشكل ده، تمام، وابدأ ان انا احط واحد تاني بالشكل ده، يعني اعمل ترابيزيوم تاني والزقهم الاتنين في بعض. حطيتهم هما الاتنين كده في بعض، يبقى انا عملت له واحد تاني ترابيزيوم. لما عملت له ترابيزيوم تاني عندنا ده كام؟ ده اللي هو ده انا قلبته، اللي هو ده عندنا 10 وده عندنا كام؟ 5. شايفين معايا؟ اصبح معايا الشكل ده كله. طب الشكل ده كله شايفين معايا اللي هو ده كله، ده عندنا ده كام؟ ده ايه اللي هو الشكل ده؟ تعالوا بصوا معايا كده، عندنا هو شكله كده اهو. فده عندنا ايه؟ ده بيليجرام. وانا جبت قلت البيليجرام في الاول خالص، عندنا الاريا بتاعته ايه؟ قلنا الاريا اوف بيليجرام، البيليجرام اللي هو ده الاريا بتاعته، قلنا بيز تايمز هايت. البيز اللي هي دي اللي هي 15، اللي هي 10 بلس 5 15، سوري، هقوله تايمز الهاي، الهاي اللي هو ده اللي هو 4، يبقى 15 تايمز 4 ايكوال 60. هقول له ايه؟ سكوير سنتيمتر. طب هو عاوز ايه؟ لا هو عاوز حته بس، مش عاوز كله، ما انت عندك 2 من الترابيزيوم. لا انا عاوزه بس الترابيزيوم ده اللي هو اصلي معايا في المساله، مش عاوز الجديد ده. يبقى هقول له نصه، يبقى انا هقول له 60 ديفايدد 2 هيدينا 30. يبقى عندنا بس الجديد هو كام؟ عندنا 30، هقول له سكوير سنتيمتر. خلاص خلصنا كل التلخيص بتاعي، تعالوا نروح لكتاب الشتات. تعالوا معايا نبدا كده نحل الاسئله اللي موجوده في كتاب الشتات. انا كنت نزلت قبل كده فيديو حليت فيه يونت 11، زي ما شايفين معايا حليت البيج دي، وكمان حليت البيج دي، دي بيج 18 وبيج 19. هسيب لكم برضو لينك الفيديو في التعليقات، لكن ما حليتش البيج دي ولا البيج دي. تعالوا نحلها مع بعض دلوقتي، وبرضو سريعا هقول لكم الحاجات اللي انا حليتها قبل كده. انا حليت برضو يونت 8 زي ما شايفين معايا، حليت منها بس 2 بيجز، وحليت كمان يونت 9 زي ما شايفين برضو، حليت التو بيجز دول، تمام. وبعد كده كمان حليت يونت 10 برضو بيج دي، تمام، وكمان حليت اللي وراها زي ما شايفين معايا بالشكل ده اهو، تمام. يعني كل كده جزئيه حليت منها حوالي صفحتين او ثلاثه زي ما شايفين معايا. تعالوا كده نكمل دلوقتي. عندنا في بيج 20 ديستنس بتوين اي ان بي، عندنا فين؟ هتلاقي بصوا معايا هنا في ال زيرو هنا، فده موجود في مكان وده موجود في مكان، يعني هما الاثنين موجودين في ديفرنت كوادرنت. طالما قلنا ديفرنت كوادرنت يبقى بالتالي هعمل بلس، تدخل دي الابسولوت فاليو تبقى 4، ودي الابسولوت فاليو تبقى 5، يبقى 4 بلس 5 ايكوالز 9، يبقى انا هختار 9 جرام. وهنا 20 كيلو جرام، هنحول الكيلو جرام، لما احوله لجرام احول الكيلو جرام لجرام بعمل تايمز 1000، يبقى 20 تايمز 1000 يبقى عندنا ب 20000، تمام، يبقى هختار دي. هنا the distance between A and B is 7 units، يبقى عندنا x equals، هو قال لك المسافة ما بين A و B 7 units، يبقى عندنا x هتكون بكام؟ معايا ادي كده B اهي، تمام، وادي عندنا A، قال لك المسافة ما بين هنا لحد هنا، قال لك 7 كام؟ وقال 7 units 7 وحدات، يبقى عندنا x بكام؟ عندي 7 هقول له minus اللي هي 3.8، ما هي دي عندنا تدخل الابسولوت فاليو تطلع ببلس، يبقى 3.8. عشان اساويهم ببعض احط هنا كمان 0، يبقى 0 ماينس 8 ما ينفعش، 10 ماينس 8 ايكوالز 2، ودي هتبقى 6 ماينس 3 ايكوالز 3، يبقى عندنا 3.2. اف عندنا 10% اوف بيبلز ان ذا كلاس ايكوالز 5 بيبلز، لو 10% من التلاميذ في الفصل عندنا قد كده، يبقى total number of pupils in the class، عاوز total number. فاكرين عندنا المثلث كنا بنقول من فوق البارت، هنا هول هنا بيرسنت، عاوز الهول، يبقى بارت ديفايدد بيرسنت،
يبقى البارت اللي هو كام عندنا اللي هو الفايف ده، هقول divided البارت divided البيرسنت اللي هي عندنا 10 over 100، تمام. هقول له equals 5 times، هقول طبعا ثبتها حولها شقلبها 100 over عندنا 10، كنسل ده مع ده يبقى 10 times 5 equals 50، يبقى هختار 50. The distance between the point اللي هي دي and its image by reflection across the y-axis. شايفين ال A عندنا على ال Y، طالما ال Y هو اللي هشتغل عليها بثبتها زي ما هي، ما بلعبش فيها، بلعب في مين؟ في ال X. يبقى دي نيجاتيف هتبقى 4، وعندنا دي زي ما هي تبقى 3. يبقى عندنا هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ال distance between the point دي وعكسها. هنا عندنا دي نيجاتيف 3 ونيجاتيف 3 زي بعض، يبقى هشتغل على دي وعلى دي. عاوز المسافه ما بينهم هما الاثنين، هما الاثنين موجودين في ديفرنت كوادرنت، يبقى انا هعمل بلس. تدخل الابسولوت فاليو تطلع بكام؟ تطلع ب 4، ودي ب 4 يبقى 4 بلس 4 هيدينا 8، يبقى انا هختار 8. تمام. The distance between two points اللي هي دي ودي عندنا كام يونتس؟ تعالوا نشوف. دي 3 و 3 هتروح مع بعض، دي موجودة في كوادرانت ودي في كوادرانت تاني، يبقى في ديفرنت كوادرانت. دي تدخل الابسولوت فاليو تطلع ب 4، تدخل الابسولوت فاليو تبقى ب 4، وهنا عندنا تبقى ب 7، يبقى 4 بلس 7 ايكوالز 11، يبقى انا هقول له 11 يونتس. ده بلس ده، يبقى اول حاجة هشتغل على ده وهشتغل على ده. ده هنا عندنا 100 ودي برضو 100، وهشيل البيرسنت دي، يبقى 5 بلس 5 عندنا 10، 1 plus 3 4 plus 2 equals 6، هقول له over 100 minus minus اللي هي ال 1 دي، ال 1 دي معناها كام؟ معناها 100 over 100، يبقى هقول له 100 minus 60 equals 4 over 100، تمام، يعني معناها 40%، يبقى دي الإجابة تبقى 40%. The distance between ده وده عندنا ده، ما هو ده عندنا هو ده، كنسلهم مع بعض، موجودين كلهم طبعا في different quadrant، يبقى طبعا تبقى plus، يبقى تدخل absolute value تبقى ب positive ودي positive، يبقى هقول له ده plus ده، نحلها عادي دي، وهنكتب عندنا كام units؟ هتدينا 6.37. ratio between two numbers اللي هو ده، the second number is 20، يبقى ادي ratio والsecond number اللي هو ده، يعني ده عندنا بيقول لك 20. يبقى عندي the sum of two numbers كام؟ تمام. يبقى الاول تعال نجيب ده، ال 5 اصبحت 20 عمل تايمز 4، يبقى 2 تايمز 4 ايكوالز عندنا 8. عندنا عاوز عاوز مجموعهم هما الاثنين، يبقى 8 بلس 20 هيدينا 28. distance between عندنا ده وده is 6 units and the point A lies in first quadrant. قال لك بتقع فين عندنا A؟ هو قال لك ان المسافه بين عندنا ده وده 6 يونتس، والبوينت A تقع في الفيرست كوادرانت، يبقى عندنا واي بكام؟ دي واي دي ايه؟ واي دي بوزيتيف، خلاص عرفناها. ودي عندنا نيجاتيف 1، هما الاثنين موجودين في ديفرنت كوادرانت، طالما في ديفرنت كوادرانت يبقى مسالتنا بلس، يبقى انا هقول له عندنا واي بلس دي تدخل عندنا الابسولوت فاليو تطلع ب 1، صح؟ يبقى هقول له equals، هو قال لك 6 units، يبقى هقول له equals 6. ال y دي اهي هودي دي الناحية التانية، تبقى عندنا 6 تروح بإشارة مختلفة، تطلع 6 تطلع بكام؟ ب minus 1، يبقى 6 minus 1 equals 5، يبقى عندنا y دي هتكون ب 5. عاوزنا نحط ال pairs دي نحطها هنا، تعالوا معايا. قال لك عندنا 2 و 5، عندنا 2 اهي و 5 اهي و2 و8 عندنا برضو 2 و8 اهي، تمام. هنا بيقول عاوز الديستنس ايكوالز المسافة بينهم قد ايه، يبقى انا هقول له ده ماينس ده، يبقى 8 ماينس 5 ايكوالز 3، فدي عندنا هقول له 3 يونتس، تمام. عندنا دي حط بس كده A وحط هنا B، نيجاتيف 3 و 0، نيجاتيف 3 و 0 هنا، و 6 و 0 6 اهي و 0. عاوز الديستنس ممكن اجيبها سهله كده 1 2 3 4 5 6 7 8، عندنا 9، يبقى انا هقول له 9 يونتس. تعال نشوف اللي بعده مع بعض. يونت 12 ذا اريا اوف ذا اوبزيت بارالوجرام، عاوز الاريا.
قلنا ال area of parallelogram قلنا base times high، عندنا ادي البيز اهو 10 والهاي 4. نختار 5؟ لا ما نختارش 5 ليه؟ عشان دي مش هاي ولا هي بيز، لازم البيز يكون واقف على يكون عندنا الهاي واقف على البيز، يبقى 4 times 10 هيدينا 40، يبقى انا هختار 40. The image of point عندنا عاوز بيقولك اللي هي 3 و 0، عاوز الريفلكشن على مين؟ على الاكس. طالما شغالين على الاكس يبقى الاكس تبقى زي ما هي وبعكس الواي. طب الزيرو عكسها ايه؟ مفيش عكسها، يبقى هي عندنا نفسها، يبقى 3 و 0. بيقول عندنا اف اللي هو ده تايمز ده هيدينا ده، يبقى عندنا هو قال ده عندنا ديفايدد ده ايكوالز كام؟ هستو معايا عندنا دي 34 اهي تمام، بس هو حط طبعا بوينت 25 دي اهي، عندنا 25 هي اللي هتكون الاجابة، ودي اللي هي دي، فدي معناها ان هنا في زيرو تمام كده. فهنا البوينت افتر 2 ديجيت وهنا افتر 1 ديجيت، يبقى عندنا الاجابة هنا هتكون افتر 1 ديجيت، يعني هنا لما تكون افتر 1 ديجيت وهنا افتر 1 ديجيت يبقى هيدينا ال 2 ديجيت دي، يبقى انا هختار اي واحدة افتر 1 ديجيت اللي هي دي. The area of rhombus عندنا ال area of rhombus عندنا السايد ده والهايت ده، يبقى هقول length times height يبقى 7 times 4 هيدينا، مش عايز طبعا، عاوزنا بس خلاص نختار الإجابة على طول، يبقى هختار C. How many عندنا كام؟ 3 over 4 are there in 6 oranges، يبقى أنا هقول 6 oranges divided عندنا 3 over 4، يلا معايا هقول ثبتها حولها شقلبها، يبقى هقول divide 3 1 divide 3 2 2 times 4 equals 8، يبقى انا هختار دي. if the area of the parallelogram عندنا لو الاريا للبارالجرام اللي هي دي والهايت عندنا 7، عاوز البيز لينث، يبقى عندنا هو جايب ايه؟ جايب الاريا of parallelogram، ما احنا عندنا الاريا of parallelogram وعاوز البيز، يبقى انا هقول له البيز equals الاريا divided الهاي تمام، يعني هقول له ال area اللي هي 56 divided 7 هيدينا 8، يبقى انا هختار 8. اللي بعده بيقول the area of square of side length، ال area of square ما احنا عارفين ال square side times side، يعني هقول 2.2 times 2.2 هيدينا 4.84، ده تايمز ده هيدينا كام؟ هيدينا 0.036 عندنا 363. دي خلاص المسائل دي، وبعدين نبقى نحط البوين، دي حاجات سهلة. The simplest form of the ratio عاوز ده في أبسط شكل، لو قلت هنا divide 7 هيدينا 2، divide 7 هيدينا 3، يبقى 2 over 3 أو 2 to 3. The area of the rhombus whose perimeter عندنا 40 والهايت عندنا 8. The area of rhombus، ال area of rhombus احنا عارفين ال rhombus السايز بتاعته بتكون كلها equals، وهو عنده 4 سايد، يبقى انا عاوزه دلوقتي عشان اجيب الاريا لازم يكون عندي سايد، وانا مش عارف السايد لكن عارف البيرمتر بتاعته، ما هي البيرمتر ايكوالز عندنا ايه؟ البيرمتر اللي هي الرامبوس دي زيها زي السكوير بالظبط، 4 تايم سايد، يبقى هقول 4 تايمز عندنا السايد دي والبيرمتر اللي هي 40 ديفايدد 4 ديفايدد 4 ب 1 ديفايدد 4 بكام عندنا ب 10، يبقى السايد الواحد ب 10، يبقى عشان اجيب الاريا يبقى هقول سايد تايمز هاي او بيز تايمز هاي، يبقى عندنا هقول 10 تايمز 8 ايكوالز 80، يبقى هيدينا 80. البوينت اللي هي دي از لوكيتد نقط يونتس فروم ذا واي اكسس، بتقع عندنا كام يونتس من الواي اكسس، يبقى هبص على الاكس، الاكس كام؟ 5، يبقى هقول له 5 يونتس. The two lengths للبيريجرام عندنا 10 و 8، the smaller high is 5. two base lengths من البيريجرام عندنا اللي هو ده smaller high، عندنا شايفين قال smaller high، طالما قال smaller high هاخد معاه bigger lengths، يبقى هاخد معاه 10، يبقى هقول 10 times 5 هيدينا 50 تمام، هقول له 50 square centimeter. if a man deposited عندنا ده بيقول in a bank with interest عندنا ده per year find the total amount which he gets at the end of one year، المثلث بتاعي بس المعاه اللي هي 20,000، يبقى ده عندنا ايه الهول، وهو عندنا خد يعني عليها فوائد اللي هي 20% دي،
يعني معناها دي البيرسنت، يبقى هو عاوز البارت، يبقى انا هقول له الهول تايمز البيرسنت دي، يعني هقول له 20,000 دي، هقول له تايمز البيرسنت اللي هي دي 20/100، فانا هعمل كنسل دول مع التو زيروز دول، هيبقى 200 تايمز 20 هيدينا، احط التو وانزل 3 زيروز، سوري هحط الفور، من 2 تايمز 2 ايكوالز 4، وهنزل 3 زيروز دول، يبقى انا هقول له عندنا 20,000 دي بلس ال 4,000 دي اللي حصل عليها كل سنه، يبقى هقول له ايكوالز، يبقى هيدينا 24,000، تمام. بس كده هقول له باوند. لو معايا هنا بيقول from the opposite triangle the area of the triangle equals، من triangle ده عاوز الاريا للتريانجل اللي هو ده، عندنا الاريا هقول له equals half times base times high، فين عندنا البيز؟ البيز اللي هي دي اللي هي عندنا 5.5، والهاي اللي هي 3، يبقى انا هختار سي، تمام. اللي بعده دي خلاص حليناها، قلنا التين the price of، عندنا في سعر اللي هو التي في، بيقول عندنا set is اللي هو ده، وعندنا في 1% من البرايس ده، عاوز يعرف بكام السعر بتاعه، يبقى عندنا بيقول لك سعر التلفزيون عندنا اللي هو ده، وعليه 1% بس خصم، وعليه 1% of its price، وان عليه يعني 1% بس خصم من السعر بتاعه، يبقى عندنا ده البيرسنت، وعندنا ده الهول، عاوز البارت، اقول له ده تايمز ده، يبقى عندنا هقول له 20,000 دي، هقول له تايمز اللي هي 1 دي اوفر ايه 100، كنسل دول مع دول، يبقى هيدينا بس 200، يبقى انا هختار دي. بعدين من الاوبوزيت فيجر ده عاوز الديستنس بتوين اي وبي، لاحظتوا معايا الاثنين موجودين في مكان مختلف، يبقى مسالتنا بلس، يبقى هقول له 10 بلس 30 خلاص ايكوالز 40، عاوز الاريا اللي خاصه بالترابيزيوم ده كام سكوير يونت، يبقى انا كل اللي انا هعمله ان انا ممكن اعمل عندنا احط كده بالمسطره بتاعتي، تمام، اعمل خط هنا كده وده هيبقى تريانجل، واحط كمان عندنا خط هنا كده بالمسطره برضو، وهيبقى ده تريانجل ده تريانجل، وده عندنا اللي هو التانجل اللي معايا، فهبدا ان انا اقيس، عندنا ده 1 2 تمام، يبقى ده كام؟ ده 1 2، يبقى هقول له عندنا هاف، هاخد الاريا الاولانيه دي هاف تايمز بيس تايمز هايت، دي كام؟ 2، يبقى هاف تايمز 2 تايمز الهايت 1 2 3 4، تايمز عندنا كام؟ ادي 4، طبعا هما مثلثين، انا ممكن بدل ما اعمل خطوتين يعني هقول تايمز هنا 2، فدي هتروح مع دي، هيبقى معايا 4 تايمز 2 ايكوالز 8، يبقى ده كده اللي هو ده، وده عندنا كام؟ عندنا 8. طيب ده عندنا ريكتانجل يعني لينس تايمز ويدث، طب اللينس فين؟ عندنا 1 2 كده 3 كده 4 5 تمام، ودول يبقى عندنا دي كده 5، وده 1 2 3 4، يبقى 5 تايمز 4 ايكوالز عندنا 20، 20 بلس 8 هيدينا 28. وات از ذا اريا اوف بيروجرام ويز بيز لينس، عندنا ده والهايت ده، عشان اجيب الاريا للبيروجرام يبقى هقول له لينس تايمز ايه؟ تايمز الهاي ده تايمز ده، لما اعمل ده تايمز ده يبقى هيدينا 50، تمام.